بعد هلا ابو فهد صبحك الله بالخير. تحت الموضوع انت صبحك الله بالنور. الحمد لله على السلامه يا ابو فهد. اخوان الله يسلمك ان شاء الله من الله يا ابو فهد. وشرفت ايضا كعامل في المجال الاعلامي تواجدك في قناه السعوديه، وهذا ايضا شرف لنا كعاملين في المجال الاعلامي الاستعانه بزملائنا الاعلاميين الكويتيين، وبالتاكيد هذا مكسب لنا. حياك الله يا ابو فهد. استاهل يا ابو فهد. الله يحييك والله يشرف مقدارك بكبره يا ابو سعود، وشكرا على المقدمه الطيبه. تستاهل. واصبح عليك وعلى اخواني الموجودين كل بسمه. الله يسلمك. انا اللي شرها على اخوي ابو فريح. انا احد يعني بالعكس ابو فريح من الناس اللي بالامانه اخو وليس صديق، ومعزته عارفه على راسه. ولكن انه يوم يقول الله يسلمك يا ابو فريح، ولكن يوم تقول في اغرام ماجوره في مثلا، وذكرت مع كل اسف ان طرق الاسم على جريده الغبس بالذات، وحتى خاصه على الرسمه او الغاسيه والعربي. انا ماني مطول عليكم، صدقني يا ابو فريح، لا الغاسيه لا العربي لا الكويت لا كام لا القاهره لا اي نادي، احنا مع النادي. وانا قبل مره قلتها، احنا مع النادي اللي يقدم، واللي نشوف النادي اللي ما راح يقدم مستوى او ما يعطي خاصه مجلس الاداره حق لاعبينا او مشرفين او مدربين، احنا يا اخي الله ثم احنا اللي نكون وراكم كصحفيين. ولكن اليوم ان مثلا تقول ان والله اغلاق اجوره، او ان والله تقول الكلمه اللي قلتها ما ابي اقولها، يمكن رد اخوي ابو فهد مبارك وقيان على الكلمه هذه، يعني ما تطلع منك انت ابو فريح. والله العظيم انت احد المدربين الوطنيين اللي نتمنى كل خير فيه ان شاء الله مستقبلا. حبيبي يا ابو فهد مبروك فوز الهلال في الدوري. الله يبارك بعمرك. مشكور. اتمنى ان الامر هذا لا لا ابو فهد، والله ما هو قصد التقليل من اي شيء، انا القصد وضحته ان اقلام من حازه، عرفت؟ هو قصده على جهه، عرفت؟ ممكن اكون اقلام ماجوره فسرت غلط، وانا وضحت الحين ان اقصد فيها الاقلام المنحازه. لا معليش ابو فهد، انت تدري شنو مشكلتك ابو فهد؟ انت ما تقدر تتكلم. ها انا ما اقدر اتكلم علي قاعد تشوفه في والصحفي بعض الصحفيين وبعض الامور، ما تقدر تتكلم. ربعك ما تلام، مثل انا ما اقدر اتكلم على المدرب الوطني. صح انا ما اقدر اتكلم.